بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي متتبعين قناة يوميات أم الصحراء، مرحبا بكم. اليوم الأخوات هنقدم لكم البيتزا، ولكن من يدين أختي مريم، هي اللي كدير البيتزا، صراحة كديرها زوينة. فغنقدم لكم البيتزا ديالها ونقدم لكم المقادير. عندنا كيلو لاروب ديال الدقيق، على حساب نتوما المقادير اللي غديروا. احنا دوبلنا المقادير. عندنا كيلو لاروب ديال الدقيق فورس، عندنا 3 المعالق ديال النيدو، وعندنا ملحه، وعندنا الزعتر. وحنا غنديروا المقادير الاخرى. واحد معلقه ديال الزبده كبيره، وجوج فرماجات مثلات، هاهما جوج فرماجات، هيا غدير الزيت، الزيتون، زيت العود، درت معلقة، درت 3 المعالق ديال زيت العود، زيت الزيتون، الزيت الرومية حتى هي 3، ثلاثة المعالق، نص معلقة، معلقة صغيرة ديال الخميرة، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجينة، وغدير دابا خميرة حمراء، كيس ديال الخميرة حمراء ديال الحلوى، صافي. ها هما دابا المقادير. وغادي تزيد واحد البيضة، صافي. دابا غتبدا تخلط وتعجن. بسم الله على بركة الله. كتبسبس جميع المقادير مع الدقيق، تتخلطو مزيان جميع المقادير مع الدقيق. عاد غنبقاو نزيدو الماء. نبقاو نزيدو الماء شويه بشويه. ما يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، ما يكونش بارد. صافي الاخوات، حنا غنجمعوا العجينه، نعجنوها ونجمعوها، عجينه عاديه. وهانتوما معايا الاخوات، العجينه كتبغي تدلك مزيان، تعجن مزيان وتدلك مزيان، كتكون عاديه. شفتوا العجينه عاديه، كنقسمتها على 4، لان غادي نديرو بيتزا بثلاثه النكهات، فقسمناها على 4. هانتوما الاخوات، من بعد ما قسمتها على 4 كما قلت لكم، غطاتها بسلوفان، غتخليها نص ساعه وتبدا تخدم بها. ها هي الاخوات، من بعد ما ارتاحت العجينه وجدت لها الحشوه ديالها، دابا كتسرحها بالمدلك على شكل دائره، هي صافي، كتكون دائره. كتحاولوا ترققوها، انتما شفتوا السمك ديالها، حاولوا تكون رقيقه، ما تجيناش غليظه.
دابا كتسرحها بالمدلك وحده بوحده وكطيبها في المقله الثقيله فوق البوطه، كطيبها عاد كندخلوها نديروا لها الحشوه وندخلوها للفران. ها هي الاخوات من بعد ما حطتها في المقله الثقيله ها هي كتقبها، كنتقبوها الاخوات بالمشطه، واحد المشطه جديده شريناها جديده، عزلناها غير البيتزا، عزلناها غير العجينه ديال البيتزا. كتخليوها هكا في الكوزينه، فاش كتساليو منها كتغسلوها، كتبقى في الكوزينه هاد المشطه المجرم، كتبقى في الكوزينه كتخدموا بها كتقبوا بها البيتزا. فهاد كتجينا سهله، الخدمه ديالها سهله عمليه، ماشي بحال الفرشيط شحال قدك تقبي، كدوزي المشيطه صافي كتبقى هكا صافي، كطيبها في المقله الثقيله. وهانتوما معايا، هانتوما الاخوات قلباتها، هانتوما شفتوا كيفاش كي هكا كتشد فراسها هكايا صافي، ماشي كنخليوها حتى كطيب تحرق، غير تشد فراسها صافي كنقلبوها طيب على الجهه الاخرى. ها هي الاخوات من بعد ما دلكاتها، نوريكم الطريقه كيفاش كدير ليها. كتلويها على المدلك هكذا، تلويها على المدلك ها هي، وكتحطها في المقله الثقيله باش كتجي هاد البيتزا زوينه، ما كتجيش غليظه، كتجي رقيقه بحال ديال اللي كتباع في الريستو، اللي كتباع على برا، ما شاء الله كتجي زوينه. كنصحكم تجربوها الصراحه، كتجي رقيقه وكتجي زوينه وكتجي كبيره. هانتوما شفتوا قداش المقله كبيره، كديرها كبيره كتجي رقيقه وزوينه. ها هي هذيك الاولى من بعد ما طابت، ها هي نتوما شفتوها الاخوات، هانتوما شفتوا كيفاش كتجي رقيقه، ما كتجيش غليظه، وكتجي ما شاء الله زوينه فاش كتضغطوا عليها، رطيبه وزوينه، يعني ماشي كتجي مدقصه ولا قاصحه ولا هذا. فانا هكا كتعجبني الصراحه البيتزا، ما كتعجبنيش هذيك اللي كتكون غليظه بحال كتاكلي الخبز، هذه لا، هذه ما شاء الله العجينه ديالها صراحه زوينه، فكنصحكم تجربوا هذه الطريقه. حنا الاخوات من بعد ما طابت لي بات ديال البيتزا، نتوما كما كتشوفوا حنا كيعجبونا هكا محمرين، كما شفتوا كتجي رقيقه بحال ديال السوق كتباع في السوق، فكنصحكم كما قلت لكم تجربوها ومنفوخه كتجي زوينه عشيشه. بالنسبه للحشوه غنبداو بلاصوص طوماط، ها هي دارت فيها تقريبا نص كيلو ديال مطيشه، معاها معلقه كبيره ديال مطيشه الحوك، معاها الربيع، معاها الزعتر، ومعاها خمسه د الحبات ديال القرنفل، كيجي فيها واحد اللوغو زوين، وشويه ديال سنيده، وخلاتها تتشحرات، هانتوما كما كتشوفوا تتعسلات. هنا الكفته، الكفته معاها البصله، معاها بصله وحده صغيره مقطعه رقيقه، ومعاها الربيع، ومعاها الملحه، البزار، يعني جميع التوابل، حتى لاصوص طوماط راه جميع التوابل، البزار والملحه وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال الطحميره وشويه الخرقوم. الفلفله الحلوه دارت وحده حمراء وحده خضراء، قطعنا مربعات صغار شحرناهم في الزويته وفي الطبزيره حتى هما، وشويه ديال الربيع. هنا عندنا شويه ديال صدر ديال الدجاج شحراتو حتى هو مع شويه ديال البصيله وشويه ديال الربيع وشويه ديال الطبزيره. وهنا عندنا فرماج الاحمر محكوك، وعندنا فرماج موتزاريلا، وعندنا حك كبير ديال الطون. ودابا هانتوما تشوفوا معايا غادي نديروا جوج بالكفته، واحد وحده بالدجاج وحده بالطون. يلا بسم الله. ها هي دابا عندنا بلاصوص طوماط، كنديروها في الطاوه الى دخل الفران. هو هي راه كلشي طايب، الحشوه ولا العجينه طايبه، غير باش يذوب الفرماج، الفران يكون سخون غير يذوب لينا الفرماج صافي نخرجوها. كندهنوها كامله مزيان، الجناب حواشي والوسط وكلشي كندهنوها مزيان، وكنصحكم تجربوا هذه الطريقه ديال لاصوص اللي قلت لكم، راه كتجي زوينه ومن السما كيكون فيها واحد اللوغو زوين مختلف. هاي دابا غادي دير شويه ديال الفلفله، الفلفله اللي بغا يديرها مربعات او هكا مربعات صغار او دوائر. هذه ديال الكفته غديرها بالكفته،
هي الاخوات من بعد ما درت لها الفرماج موتزاريلا هندخلوها دابا الفران. ها هي الاخوات، صايبنا جوج ديال الكفته، دابا غنصايبو هذه ديال الدجاج. هي دير لها لاصوص طوماط، كندهنوها كامله الوسط والجنيبات صافي. هذه هنديروها بالدجاج. غدير دابا الفلفله، دابا غنديرو الدجاج كما قلت لكم. الصدر ديال الدجاج شويه درتو مع شويه ديال البصيله وربيع والعطريه، صافي. دابا غدير لها الفرماج الاحمر. هادوك ديال الكفته درنا لهم موتزاريلا، دابا غدير الزيتون فرماج. بالنسبه للاخوات النوع ديال الفرماج لكم الاختيار، النوع اللي عندك راه كديريه. صافي كنرشوها مزيان. ها هي الاخوات، هذه الاخيره اللي غادي نديرو بالطون. انا هذه هي البيتزا المفضله عندي، ما فيها لا بصله لا فلفله. انا ما كتعجبنيش البيتزا بالبصله والفلفله، كتعجبني البيتزا غير بلا صوص طوماط والطون والفرماج. صافي احنا درنا لها لاصوص طوماط. درنا لها القرنفل بقات وحيدة. دابا غدير لها الطون. نوزعوا الطون صافي. دابا نديروا لها الفرماج.
صافي ندور لها الفرماج، غندخلوها الفران. ها هي الاخوات من بعد ما طابت نتوما شفتوا كيفاش كتجي، كتجي ما شاء الله زوينه، ولي بات ديالها رقيقه. ها هي غتوريكم واحد الطرف، نتوما شفتوا كيفاش كيجي، حتى العجينه ديالها راه كتجي رقيقه نتوما كما شفتوا، وكتجي محمره. فكنصحكم تجربوا هذه الطريقه ديال البيتزا، راه غادي تعجبكم. ومرحبا بكم في القناه، وما تنساوش اعجاب واشتراك والضغط على الجرس، وبارطاجيو القناه مع احبابكم مع اصحابكم، وبصحه فطوركم. ومرحبا بكم، في امان الله وحفظه.